ملك الموت يقول للنبي في حادثة. شنو هي الحادثة؟ حادثة يرويها الإمام الصادق سلام الله عليه، ويرويها عن الحادثة عن الإمام الصادق، يرويها القرطبي. الإمام الصادق يرويها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول جلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رجل من الأنصار ينازع عند النزاع، فقال لملك الموت رفقا بصاحبي فإنه مؤمن، فقال له يا رسول الله أنا أرفق بالمؤمن من نفسه، أنا رفيق به، وأنا أطلع ما من بيت مدر أو بيت مدر أو بيت شعر في بر أو بحر إلا وأتصفح وجوه أهله في كل يوم 5 مرات. نعم، من جاء أجله تقبض روحه. فأنا أرفق به وأنا أعرف بهم من أنفسهم. ثم قال لو أردت قبض روح برغوث، نعم، ما أستطيع قبض روحه إلا بأمر الله. الله عز وجل يأمرني، هذا شقد إلى عمر؟ لأن مسألة التوقيت بالأعمار وبالأرزاق كلها مؤنة، كل شيء وعلى قراءة كل شيء خلقناه بقدر، ماكو شيء هو مو بقدر أبدا. يعني هذا شكثر إلى حصة بالحياة، إلى حصة مثلا الشمسنة ما يزود عليها بعد، إلى حصة إلا في حالة معينة يزود عليها، إذا تجددت الإرادة مع العلم المسبق، وأنا ما أريد أدخل بيسا موضوع البداء، في حالة معينة الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. المهم أن إلى رزق إلى معين، إيش قد معدد، إيش كم يوم يعيشن في علم الله، وإيش كم رغيف يأكلهن هم في علم الله، وإيش كم شربة يشربها هم كلها في علم الله. فإلى حد معين، إذا انتهى حده فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.